ليلي بقي معنا من أصل 14 فئة ومشترك 5 بس. وهلأ بنستقبل لجنة الحكم وبزقفة كتير كبيرة منرحب بيارا. فايا يونان، وائل منصور. لو أنا هعمل تحدي حر غالباً هيكون كوميدي، هتكون سوشيال اكسبيرمنت أو مقلب. إذا أنا بدي أصور فيديو يمكن بحكي عن السوشيال ميديا اليوم وقديه بتأثر فينا، بحكي مثلا عن مقاييس الجمال، قديه صار عنا اليوم توقعات غير واقعية على كيف لازم نكون، منشوف بس الحياة المثالية لكل شخص، منشوف الشكل المثالي، صارت حياتنا مليانة فلترز ومليانة يعني editing وهيك، فيمكن بحكي عن هذا الموضوع. هلا هيك أول موضوع خطر لي. بعمل شي طبخة برا بالطبيعة، كون هيك محضرة قصص يعني مثل كأنه مطبخ صغير بس برا هيك بين الشجر بين الطبيعة الخضار، الصورة هيك تكون حلوة ومريحة. أنا صراحة حبيت فكرة إنه 2 فيديوز لأنه بهون الموضوع علي، عم أقدم طريقتين، يعني بحس معقول شي طريقة منهم تعجب الجوري أو الطريقتين، فهيك عندي أكتر فرصة إنه الفيديو ينال إعجاب. هيدي تاني مرة بينطلب مننا نعمل تحدي حر، المرة الأولى كانت بأول برايم وهلأ، في فرق شاسع ما بين الفيديوهين. الفيديو الأول أنا لست لهم أنا لي اللي كتير انتشر عبا الدنيا، كتير كان بضحك كتير، يعني ما بعرف يعني من أسوأ الفيديوهات أكيد، أنا كل ما بحضره بتضحك. هالفيديو أكيد كتير مختلف. أنا كتير تطورت من أول فيديو، كنت قاعد بنفس المكان، باكجراوند ثابتة، يعني الحكي كان مو واضح، فشفت فيه تطور كبير وحاولت أسوي بهذا الفيديو زي قصة هيك صغيرة داخل الفيديو عشان تحلي الموضوع. حلو إنه نشوف نفسنا كيف بدينا وكيف الآن وصلنا على نفس الموضوع. تاني تحدي بالنسبة إلي عملته، كنت اليوم اللي قبله كله مش نايم، وكانت يعني زرت المرضى عندي، ما كنت قادر أتحرك من التخت، بس قمت ورحت صورت. فبالنسبة إلي تاني فيديو عملته بمعجزة وأنا راضي كتير عنه. التحدي الثاني أنا مبسوط أنه غيرت تغيير كلي في الفيديو، أنه رسمت بالأكواب وكمية كبيرة وصدق تعبت فيه أكثر من الأول، فأتمنى توصل لهم الفكرة بطريقة حلوة ومناسبة. شفت فيديو راشد، نظري جدا سيء، الكادراج عم بيهز طول الوقت، ما في رسالة ابدا الفيديو، فلو في حق بالبرنامج ما بياخذ علامة عالية بالفيديو تبعه. الرسالة اللي حاب اركز عليها انه الفنان ما في شيء يوقفها وقادر يصنع اي شيء. بتوقع ان لجنة الحكام تكون صارمة بالتحدي الثاني لانه هو تحدي حر ونحن مسؤولين عن اختياراتنا، فهنا لازم يتوقعوا مننا شيء كثير توب. اطلع تاني مرة على الستيج، هيدا الفيديو متوقع يحبوه الجوري، لأنه كمان غير إنه حكي عن أشياء جديدة وغريبة وبتلفت النظر، كمان شغل على الجماليات، كمان شغل على كل الكرايتيرياز اللي هن بيحكموا على أساسها. رح نرجع لفئة ويلنس وسمر أنطون من لبنان، ومنشوف كيف رح تبين تطور موهبتها وقدراتها بهالفيديو. أنا صدقاً هي كل هالمعلومات جديدة، وطريقة كيف طرحتي المعلومات وكل الفريمز والألوان، الألوان يعني كتير كتير حلوين، وبتحسي بدك تنطي جوا الفيديو. ناخد شقفة فويتي كمان. هيك تاخدي وتركدي. سمر من الأشخاص اللي بنطر شو رح يعملوا، لأنه الفيديو تبعها بشهي نظيف عن جد ويلنس،
بتحسي التصوير كيف صار حلو، الالوان كيف بتشتغل على تفاصيل رائعه. ما في شيء، وما بعرف انه بنطر كل شيء بتعمله. يعني الفيديو من كتر حلاوته يعني بتخيل انه حتى ممكن يكون ممكن حد مثلا زي باز فود او الحاجات اللي هي بره باز فيد ياخدوها ويحطوها وتيستي والحاجات دي اللي بنشوفها اونلاين. مش معقول حلاوه الفيديو. انت يمكن ده يكون اكتر فيديو تعبك صح؟ كتير تعبنا لانه كادرات، وحتى كمان المعلقه وهي واخده طرف وال لا بعدين سوري النظافه، كل الاكل شفت المعلقه الجلوفز اللي حطيتها والجلوفز. لا وبعدين انا حطيت لك علامه كامله. لا وبعدين الموشن بتاعت ايديها وهي بتحط والميوزلي اخر شيء على بجد فعلا ده من احلى الفيديوهات اللي شفتها. وفرق شاسع ما بين اول واحده نطت من على البتاع شمعه من على الشمعة يعني اللي هو تحسي انه في ما بينهم 3000 سنة ضوئية بصراحة يعني. لا بتكلم بجد. 70 ثانك يو. هال 70 منضيفها على أول علامة وبيطلع لنا مجموع مع الترتيب. أنت أكيد مرتبة الأولى لهلا 138، أنت أكيد بال 132 بالمرتبة الأولى لهلا. كثير مبسوطة أنا جبت 70، وكل التعب اللي تعبته بهذا الفيديو بين وأخذ حقه، وكثير مبسوطة بالعلامة. بتذكر هيك التحدي الحر أول مرة كان في شموع وما بتعرفش منها شو عم بحكي أو شو عم بعمل، ما كان في سكريبت حتى، فكثير مبسوطة إنه بين التطور. المرة الثانية لازم أرجع أطلع على المسرح، بعدني ما متعود على الشعور إنه أطلع مرتي على المسرح. التحدي الثاني اللي هو الفري تشالنج نفسه اللي سويناه بالأسبوع الأول، أكيد راح يلاحظون الفرق، راح يشوفون شيء جديد. عملت ريفيو عن فيلم سيء وهلا نازل بالسينما، استعملت الكوميديا، خاطرت شوي، بس أتمنى المخاطرة راح تجيب نتيجة إيجابية. ما راح أشوف الفيلم كلش، هذا أول شيء. وصلت الرسالة. لا وصلت الفكرة. لا اول شيء انصدمت بالفكره قد ايه جديده وقد ايه نحن يعني متوقعين انه يخبرنا عن فيلم قد ايه حلو روحوا احضروه، بس انه مش حلو، سخيف سخيف ما تبلعه، ومعصب عم يحكي معصب وبهيك بردت فعل يعني، وانا بحب كثير لهجته العراقيه فببقى هيك مركزه معه بالتفاصيل وال ما بعرف اي لايك like. أداء نور الدين هو مع أنه في شوية كوميدي بس حقيقي، يعني تحسوا أنه عادة الواحد لما بيعمل فيديوز ممكن يعيد مرة واثنين وثلاثة، بس حسيت أنه ده تيك واحد اتاخد وكان حقيقي فعلا، تحسه لسه طالع من علقة يعني. لا هو حلو مثل ما قالوا، صدقنا انه انت عن جد مهتم، وحتى بفهم غضبك لانه قد ما عملوا له ماركتينج وتسويق للفيلم كانت التوقعات كثير عاليه، وكل حدا فات قال لي ما تحضري، فحسيت ادائك يعني مقنع والنص حلو لانه فيه هيك حس الفكاهه يعني وسخيف له التمثيل مش النص الفيلم. 74 يارا انت اعطيتي علامه كامله، رح نضيف هال 74 على العلامة الأولى ومنشوف مجموعة العلامة 140 وبالمرتبة الأولى لهلأ نور الدين. شكراً. واو شعور لا يوصف، جداً سعيد أنه أنا أخذت مخاطرة تكلمت عن فيلم سيء وقالوا حبينا طريقة الكوميدي، شعور رائع. كنت منطقة الخطر الأسبوع الفات وهلأ أخذت 74-75 علامة، صار هواية ما شايفها يعني، جداً سعيد وشعور لا يوصف صراحةً. التحدي الحر فتح المجال أمام المشتركين ليحلقوا بمواهبهم وأفكارهم ويقدموا أفضل ما عندهم للمنافسة بلا حدود. وأنا اليوم كمان بدي أتحديكم تحدي حر وشوف إذا رح تحذروا مين رح قلد. أنا من لبنان وبحب اليوغا كتير، بحب اليوغا على البحر، على الجبل، على الشجرة، بالسماء، بالسقف، لأنه بتريح لي أعصابي، خاصة إنه أنا كثير كثير صعب كون بحالة استرخاء. قل لي من تكون لأقول لك من أنا، فيديوهاتي كلها مشاعر
وفيديوهات رفاقي بغير معنى. أنا والشجن توأم والفرح عدوي أنا. على الميكرو إن شاء الله. التحدي الحر مستمر على ذوقك وائل. ومع راشد المتاعب من السعودية لابد أنه يكون اشتغل على عنصر الإبهار ليتفوق على نفسه والمشتركين الأقوى يلي استمروا لليوم. الحين حطلع على المسرح التحدي الثاني. أنا مبسوط أنه تحدي حر لأنه في التحدي الحر الحلقة الأولى أخذت الأول وسويتها المرة شيء جديد وشيء طلعت برا من الجرافيتي، فإن شاء الله بيعجبهم وبينبسطون من الشيء اللي أنا مسويه. فايا، شو رأيك بفكرة راشد؟ حبيت كتير. أنا شايف الفكرة من قبل بس تنفيذك أنت يعني تفوق على كل الفيديوهات اللي شفتهم بهي الطريقة تحديدا، يعني الرسم باستخدام أكواب الماء، وحبيت التفاصيل، ويعني أنت أستاذ بهالقصص بالبيوتي شوتس، وحتى الموسيقى بالأخير كيف حتى حركة الكاميرا بتكون على الإيقاع. فأنا يعني غير أنه أنت فنان بالقصص باللوحات اللي منشوفها ودائما بالنتيجة النهائية، بحب فيديوهاتك كتير. كنت حب أشوف هيدا الفيديو قبل يكون أول انطباع لأنه هيدا شيء جديد وهيدا منتظرينه. رح أعطيه علامة كاملة هلأ لراشد لأنه هلأ ما في شك إنه راشد معروف دايماً راشد وهدي مبدع، بس كفكرة نحن عم نحكي هلأ 5 من 5. تقييمي أنا مبسوط منك جداً يا راشد، لأن أنا حتى وأنا جاي من مصر عمال أقول تفتكر هيعمل جرافيتي تاني ولا مش هيعمل جرافيتي تاني. فأنت طلعت حاجة، إحنا بقلنا 11 أسبوع وده أول مرة طلع موهبة تانية جديدة، فدي حاجة كويسة انت فاهم. انا I would share this، يعني انا ممكن اعمل له شير بمنتهى البساطة جدا. وعجبني الاديتنج بتاعه، عجبني الفاست موشن في الاخر اللي هو انتوا لسه هتزهقوا من الفيديو، طب انا هعمل لكم فاست موشن علشان تفضلوا قاعدين بتتفرجوا على الفيديو. ورحت جايب جزء من اللوحة قبل ما تتعمل، فانت صايع، انت عارف انت بتعمل ايه كويس قوي. علامة راشد على 75. 73 لراشد. رح نضيفها على أول علامة ونشوف مجموعك وترتيبك. عوضت تقريباً عن أول علامة، 131 بالمرتبة الثالثة. مبسوط أنه التحدي الثاني جيت فيه 73، يعني رفع لي درجاتي. كنت قبل الأخير، الحين صرت الثالث ولسه باقي متسابقين عشان أعرف أنا وين مكاني. والأول أول مرة يقول لي تعليق حلو، يعني قال لي بس هذا تعليق كان مرة حلو من يوم بدأ البرنامج، وحلو انه يفكر فيني من قبل ما يجي البرنامج، فشيء مره حلو. هلا رح اطلع اخر واحد بالموضوع الثاني على الستيج. فيديو التحدي الحر اللي عملناه باول البرنامج كان سيء سيء جدا بنظري. فيديو هذا الاسبوع التحدي الحر رح يبين قديش في فرق، لانه في رساله، في تعليم، في جو حلو بالفيديو. ان شاء الله ما اخذ علامه سيئه لاني اخر واحد، واذا صار دينجر زون فما بيكون عندي وقت كافي اني اخبر العالم يصوتولي. وبيبقى معنا عبد الرحمن الحريري من سوريا عن فئه الرياضه، بنشوف لوين اختار يوصل بالتحدي الحر. فكره الاديتنج الجديده انك تقسم الشاشه والى اخره، وانت كنت فيري اوبتيمستيك، هو بس اخر حته دي اللي حسيتها شويه اوت اوف مود، ان الناس وهي بتلعب فاليو بتاع. طيب يفرجيك الاجسام من بعد التمارين. لا بس تمام. حبيت كتير في يعني عامل التاثير كان كتير قوي على يارا بنص الفيديو، صارت تعملنا هيك، فانه كتير بحمس. وحبيت عن جد انك عم تفرجي من كذا منظار، يعني كذا بوينت اوف فيو لحتى ما ترجع تكرر حالك، بنفس الوقت عم شوف شغلتين مختلفين. والمود حلو ولذيذ ومفيد الفيديو. هيدا الفيديو يعوض الفيديو اللي قبل اللي كان يعني سيف مثل ما قلنا. الحركة الأخيرة. إيه الحركة الأخيرة، أنا تحمست كتير على الحركة الأخيرة، كتير حبيتها. أول شيء لأنها كتير صعبة وكتير بتحرق، بحب أنا هيك التحدي. البيربي. إيه. It's a combination of burpees.
هيدا موضوع يعني بتحس الكل قبل ما تبلش الصيفية كل الناس بتطلع بتشوفها على الطرقات عم تمشي ويلا بدها تبلش بثلاث اشهر شهر اربعة تعمل ايه تعمل بثلاث اشهر التباديع يعني ما بينعمل مع انه الفكرة غلط لازم نبلش من قبل ولازم كل يوم نشتغل على هيدا الموضوع حلوة الفكرة كتير شفتك عم ترقدي على التريدميل على الانستغرام على اي سرعة كنت عم ترقدي اكثر شيء اكثر سرعة يعطيك العافية الله يعافيك كثير 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 بتكلم خلينا نشوف العلامة عبد الرحمن شو بتتوقع؟ أنا بقول أكيد أكثر من العلامة الأولى إن شاء الله تعود مزبوط 60 منضيفها على أول علامة ونشوف المجموع دغري قلت لي دينجر زون 107 بالمرتبة ما قبل الأخيرة شفت مش من قلبي يلا عبد الرحمن طلعت بالدينجر زون الفيديو الثاني اخذت فيه 60 علامه طبعا منا كافيه اني اطلع من الدينجر زون حتى لو كنت ماخذ 75 كنت رح ضل بالدينجر زون فان شاء الله الجمهور يصوت لي وينقذني من الدينجر زون مرة بطلع فيه على المسرح الفيديو الثاني اللي هو التحدي الحر ومسؤولة أنا فيه عن اختياري تعبانة فيه بالأديتينج وبالقصيدة وفي فكرة جديدة يعني طارحة فكرة جديدة إن شاء الله بيحبوه أنا بعتقد إنه هو يرفع لي علامتي أكثر أكيد مثل العادة يعني معروف جنان كيف بتأثرنا بشعرها بس حسيت الفيديو اللي قبل حبيته أكثر من هيدا الفيديو طبعاً الأولاني لا شك إنه يعني مستوى تاني خالص انا كنت قلت لك على الفيديو الاولاني قلت عاده ما بنحبش ان احنا نحط صوره مع الكلمه بس انت توفقتي اكتر في الحته دي كان لازم تعملي كده هنا حسيت شويه كليشيه انك تجيبي الساعه وتعملي له كده وبعدين فاهمه تروحي مقطعه والكلام اعمق من فكره ان واحد بيقابل واحده في سينما وبعدين رجعت تاني وبعدين فجاه جاب لها كتب فما بقتش فاهم القصة فين يعني تأخر واحترام الوقت الانتظار I know بس كان شوية كليشيه اليوم الفيديو حسيته شوي معجوق يعني عرفتي لما بتحطي كل شيء بالطبخة فبتنتزع الطبخة يعني أنا بميل أكثر للبساطة كيف نوصل أكثر يعني غير إنه القصيدة حسيت فيها كثير جمل دايركت مثل ما قال وائل شوي كليشيه أو كثير انعملت قبل كمان الفيديو حسيت فيه لقطات حتى انت عملتيها يعني انا اليوم اذا بدي اشوف جنان اذا انا بتابعك على الانستغرام بعد فتره بمل بدي شيء جديد يعني فانا هون حسيتك يمكن عم تكرري حالك وحسيت في كثير تفاصيل بالفيديو ضعت 37 منضيفه على العلامه الاولى طلعتك قبل منيحه تنشوف المجموع 98 بالمرتبه الرابعه جنان بين مشترك من المهددين بالوقوف بمنطقة الخطر وهي جنان مثل ما شفتوا الفيديو بيستاهل أكثر من 70 بنظري حتى لو حطوا له علامة يعني حرقت وحرق لساته بنظري إنه هو كثير حلو بتأمل بجمهوري إنه يدعمني ويصوت لي المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن جنان وعبد الرحمن بلش التصويت هلا يا جماعه بلش التصويت حب بلش It just started Rome let everyone vote let everyone you know vote send it now we only have 5 minutes انا بدي اعمل عم بعمل كوبي لينك للتصويت لحتى احطه على الانستغرام ستوري لحتى اذكر العالم تصوت للناس اللي للشخص اللي تابعون اول مشوار وبيظنوا انه بيستحق يكمل شو ما كانت النتيجه اليوم انا رح اكون رضيانه لانه انا واثقه من الفيديوهات اللي قدمتهم وعن جد هن حلوين والفيديو ابدا ما بيستاهل 36 يعني مستحيل يعني حرقوه على الاخر انا اليوم بموقف صعب كثير لانه انا وعبد سوا بمنطقه الخطر قلت لها لجنان انا ابدا ما بزعل اذا فليت اليوم لانه بالنهايه عم فل وبعرف انه جنان رح تمثل كل السوريين بشكل حلو هو ما فيش حد يستاهل في المرحله دي يكون في منطقه الخطر لكن بس هو دي ظروف البرنامج
اثنيناتهم مش اول مره بالدينجر زون، فاثنيناتهم لهم ناس بتحبهم وصوتت لهم وخلتهم يكفوا المشوار. مين صاحب الحظ من بين عبد الرحمن وجنان؟ مين رح يكسب هالجوله بتصويت الجمهور ونشوفه البرايم الجايه؟ والمشترك يلي انقذوا تصويت الجمهور من منطقه الخطر جنان وكيل، الف مبروك لك. عبد الرحمن تمنياتي لك بالتوفيق. ابدا مني زعلان ولا اي هولد اني هارد فيلينجز ولا اي شيء والله العظيم. I'm not just saying this because I'm leaving يعني بالعكس انا I'm so happy and I'm blessed to have this experience so I hope انه بالفيوتشر maybe we would meet again. اكيد انا كثير 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 فرحان بكل المسيره بقعدتي بنجوم بلا حدود. رح اشتاق لكم انتو الكرو، يعني كلكم صرتوا جزء من حياتي اليوميه. لماذا البكاء يا حبيبتي أنت يا جنان؟ كثير متضايقة لأنه ما كان بدي أبداً أنا وعبد نحط بهالموقف. أنا وهو كثير رفقات وكثير رح أتضايق إنه هو طلع، ما حابة كنت أبداً نحط بهالموقف مع عبد. Good luck. Thank you. Thank you. إن شاء الله موفق. يعني خسارة أنك لا ولا يهمك. لا بس هذا البرنامج. It's okay. It's a game. You win you lose. Team.